أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة اليوم من الطاولة المستديرة. اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية أن أي عملية تركية غير منسقة معها في شمال شرقي سوريا ستقوض المصلحة المشتركة بين الجانبين. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون في تصريحات إعلامية إن الولايات المتحدة تركز على إنجاح الآلية الأمنية في شمالي وشرق سوريا، معتبرا ذلك أفضل طريق للجميع. وأكد روبرتسون أن واشنطن تعمل عن كثب مع حلفائها في حلف شمالي الأطلسي من أجل التنفيذ السريع للآلية الأمنية في الوقت المحدد، مشددا على أنهم مستمرون بتنفيذ الخطة على مراحل وبالتعاون مع الشركاء. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أن واشنطن كانت ثابتة وواضحة للغاية بأن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا في سوريا حتى بعد هزيمته عسكريا. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه أجرى اتصالا مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وأخبره بأنهم يركزون على جعل الآلية الأمنية فعالة في شمالي وشرق سوريا، وأكد بأن هذه الآلية هي أفضل طريق للجميع، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر الدواعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية. الولايات المتحدة الأمريكية تركز على جعل الآلية الأمنية فعالة بشمال وشرق سوريا، هذا ما أكده وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن التهديدات التركية بغزو شمال وشرق سوريا وأثرها في الحرب على داعش. وفي رده على سؤال هل تستعد وزارة الدفاع لسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا إذا ما شن النظام التركي عملية توغل كبيرة فيها، قال إسبر أنهم يركزون على جعل الآلية الأمنية فعالة بشمال وشرق سوريا. وزير الدفاع الأمريكي أكد أنه أجرى محادثة طويلة مع نظيره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وأن محور التركيز في مناقشتهم كان عن الآلية الأمنية، مضيفا أن أكار وافق أيضا على أنهم بحاجة إلى جعل الآلية الأمنية فعالة. إسبر أشار إلى أن لديهم مركز مشترك ويعملون في جنوب تركيا، ولديهم دوريات جوية مستمرة وأخرى برية، وقال أنه شدد أثناء حديثه مع أكار على الاستمرار في العمل على هذه الآلية الأمنية والتي اعتبرها أفضل طريق للمضي قدما للجميع. وزير الدفاع الأمريكي قال إن التهديدات التركية بغزو شمال وشرقي سوريا أمر يدعو للقلق، خاصة بشأن سجناء داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدا أن انسحاب قسد من حراسة تلك السجون في حال تعرضها لأي هجوم أمر مقلق. إسبر شدد بأنهم بحاجة إلى عمل مستدام بخصوص الدواعش المسجونين لدى قسد، وقال إن تأطير عمل قسد حول حراسة السجون أمر غير مستدام، وعلى الدول الأوروبية إعادة مواطنيها الدواعش. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيوفي معي من مدريد الأستاذ صلاح قراطة كاتب ومحلل سياسي، ومن واشنطن الأستاذ بشار جرار كاتب ومحلل سياسي، وضيفي هنا في الاستوديو السيد أكرم حسو الرئيس السابق للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية. ضيوفي الكرام أهلا ومرحبا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ بشار، لو أبدأ من عندك سؤال الحلقة الأول، كيف نستطيع أن نفهم هذا الموقف التركي في ظل وجود اتفاق اسمه الآلية الأمنية وتهديدات بالجملة من قبل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، وفي نفس الوقت هناك تسيير لدورية ثالثة في هذا الاتفاق؟ أستاذ بشار، هو يعني أحاول أن أكون دبلوماسيا في إجابتي، ولكن ليس هناك من طريقة للإجابة على هذا السؤال بصدق دون تسمية الأمور باسمها الصحيح. هو لا يفهم، هذه مشكلة أردوغان، أنه لا يحسن قراءة الرسائل لا الدبلوماسية ولا حتى العسكرية. تم توجيه أكثر من رسالة له، هو من أكثر من طرف، من واشنطن، من موسكو، لا بل ومن ضمن لاعبين إقليميين آخرين ينافسوه في الإقليم، من ضمنها إيران، وهو لا يفهم مسألتين في غاية الأهمية. الأولى
لن يسمح له إطلاقا في القيام بأي مغامرة عسكرية في شمال شرق سوريا. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، لا أحد يصدق مزاعمه بأن هناك خطر كردي داهم يهدد الأمن القوم التركي. هذه مسألة أعتقد أن الزمن فقط كفيل بحلها بالنسبة للسيد أردوغان، عندما يعني يتطلع بعض العسكريين، أقول أكثر من السياسيين في تركيا، إلى لغة قد تكون أكثر إقناعاً بالنسبة لأردوغان، بأن ما يقوم به هو نوع من الانتحار السياسي الذي يصل إلى مرحلة الانتحار الوطني للبلاد بأكملها، لأنه إن قام بمغامرة عسكرية سيكون هناك ثمن باهظ. ورد على لسان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية بأنه سيتسبب بحرب مفتوحة. أستاذ بشار، حرب مفتوحة، نعم. لا يستطيع الجيش التركي أن يسكت، لا لأردوغان ولا لغير أردوغان. في حال تقصد الجيش الأمريكي؟ نعم، يعني دائما هناك رد من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وكان الرد واضح، يعني مباشرة كان هناك تهديد تركي ورد من قبل قوات سوريا الديمقراطية. ولكن بيت القصيد والنقطة الضائعة هنا الموقف الأمريكي، هناك من أسماه بالمرتبك، بالضبابي. نحن نريد تسليط الضوء على هذا الموقف وقراءة هذه الرسائل من قبل واشنطن، كيف يتم قراءتها أستاذ بشار جرار؟ عزيزي، لا ارتباك على الإطلاق فيما يخص في السياسة الأمريكية، سواء عبر عنها دبلوماسيون في وزارة الخارجية الأمريكية أو ناطق باسم البيت الأبيض أو متحدث عسكري في البنتاغون. الرسالة الأمريكية في ظل إدارة ترامب في هذه المسألة في غاية الوضوح، هي من الناحية أنه لن يتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية بصفتها الحليف الأكثر موثوقية في الحرب على الإرهاب، وبخاصة التحالف الدولي ضد داعش. المسألة الأخرى التي هي واضحة أيضا في منتهى الوضوح، أن التحالف الدولي على الإرهاب هذه مسألة لا يمكن نظر إليها بمعزل عن مواقف أخرى ذات تماس من الناحية السياسية، وهنا أقول تحديدا البعد التركي. البعد التركي السوري الكردي في كل ما يجري في هذه المنطقة من العالم. أيضا السياسة الأمريكية إزاها واضح، السياسة الأمريكية مع وحدة الأراضي السورية، هي ضد الإرهاب وهي ضد أي توغل إقليمي سواء كان إيراني أو تركي على الأرض السورية تحت أي مسمى كان. ومن هنا لا يعني لا أجد بصراحة أي مبرر لأي تخوف من قراءة الموقف الأمريكي، لأن الموقف الأمريكي واضح. ولكن قد يكون من هو لا يرى الأمور بوضوح هو سيد أردوغان، الذي يبدو أنه قد أخذ على خاطره كثيرا أنه لم يتمكن من مقابلة. حلوة هاي الجملة اللي انتهيت عندها أستاذ بشار، مفتاح لسؤال للأستاذ صلاح قراءته. أستاذ صلاح، يبدو بأنه بالفعل رجب طيب أردوغان أخذ جرعة تحريضية من قبل روسيا وتركيا وحتى ممكن دمشق في هذه الجزئية، لذلك نبرة عالية جديدة وذات طابع عدواني كبير هذه المرة. أستاذ صلاح قراطه، تحياتي لحضرتك والضيوف الكرام والأخوة المشاهدين. سيدي الكريم، في مثل شعبي سوري أو عربي إذا حكينا بشكل أشمل وأوسع، طباخ السن بدوره. أردوغان فتح الحدود السورية الشمالية أو الحدود التركية الجنوبية على سوريا لكل قتلة العالم ولكل شذاذ الآفاق ولكل النفايات البشرية من داعش وسواها. والآن أمريكا تتصلب وتتمسك عن طريق قصد وسواها من قوات كردية في المنطقة الشمالية أو الشمالية الشرقية أن هؤلاء خطر جاثم وداهم. أنا شخصيا أعتقد أن هذا الخطر مستمر وموجود ولن ينتهي، سيما أنهم صناعة مخابراتية على وحدات خاصة عالمية في غاية التدريب والتقنية، لن ينتهوا لأنهم عبارة عن بنادق للإيجار. وعليه أقول تركيا تملك ثاني أو ثالث أقوى جيش في حل شمال الأطلسي، هي دولة عسكرية قوية، لكن هذا لا يعني أنها مرتبكة سياسيا وأن أي عمل عسكري سيكون له ارتدادات سياسية واقتصادية ليس لأنقرة أن تتحملها، سيما إذا علمنا لمجرد المثال أن الزعيم أردوغان منذ فترة ليست بطويلة عزل بمفرده
الحاكم او حاكم مصرف تركيا المركزي، فانخفضت قيمه الليره خلال ساعتين ثلاثه 2%. اذا الاقتصاد مرتبك، سياسه مرتبكه، انهيارات في تنظيمه السياسي الذي يتراسه اللي هو حزب الرفاه. بهذا الاتجاه اقول انها يمكن ان تبدا بمعركه فعلا، يمكن، لكن هل يمكن لها ان تعرف اين تنتهي وكيف تنتهي ومتى تنتهي؟ قوات قصد المتواجده حيث هي الان هي بالنسبة للأمريكي كما أراها قوات برية، وأمريكا لن تتخلى عنها بسهولة. أمريكا ليست مرتبكة. صحيح أن الرئيس الأمريكي حاليا عليه ضغوط داخلية لجهة إقصائه عن عمله كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن بيننا وبين الانتخابات الأمريكية 12 إلى 13 شهر، وكل هذا يربك الرئيس، لكن واهم أيضا من يعتقد أن الرئيس الأمريكي يكون أكثر من واجهة لحكومة عميقة مستمرة لا ترتبك، تنظر ببعد رؤية وتنسق وتعرف ما تريد وتعرف كيف تصل إلى ما تريد. أما الجرعة الروسية، هناك تناغم تفاهم روسي تركي صحيح، لكن دعني أقول أيضا أن أمريكا إن غضت الطرف فهي تورط تركيا أكثر وأكثر، لأن قانون محاسبة من لا يزال يدور أو يتعاون وفق نظرة الاتحاد السوفيتي السابق، أمريكا تنظر كذلك. هناك قانون أمريكي يعتبر ضد أمريكا، نعم، عليها محاسبتهم، نعم، بأي طريقة كانت، نعم. لن تنسى أن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية كانت قد حذرت أنقرة من أن تنشر صواريخ S-400، نعم، وإن نشرتها فستلاقع عقوبات اقتصادية شديدة جدا، نعم، لا تقوى على تحملها. نعم. نقطة في غاية الأهمية تحسب لك، ولكن اسمح لي حتى لا أطيل على السيد أكرم أن تعطيني المجال أن أرحب به هنا ضيفي بالاستديو ووجه له سؤال. أستاذ أكرم، يعني بين ما تفضل به الأستاذ بشار والأستاذ صلاح قراطة، وجهة نظر حضرتك لهذه النبرة الجديدة التي وصفت بنبرة عدوانية وعالية من قبل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، لو سألتك عن الأسباب المباشرة، هل لموضوع القمة الثلاثية التي حدثت في أنقرة علاقة بكل ما يحدث الآن أم ماذا؟ في البداية نرحب بك وبضيوفك وكل مشاهدي قناة اليوم. أظن أردوغان يعيش الآن حالة احتباس سياسي، سواء على الصعيد الميداني في إدلب أو الجغرافيا السورية وأستانة إدلب، أو في حال الصعيد على الصعيد السياسي الدولي والإقليمي. لهذا التهديدات أو النبرة التصاعدية لأردوغان تأتي من 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 أمور عدة. هذه الأمور ظهرت بشكل واضح وعلني في على اجتماع على هامش اجتماع الجمعية العمومية. لنبدأ بالسابق، منذ استلام تركيا كما ذكر ضيفك أول دفعة أو دفعة ثانية من بطاريات S-400، نستطيع أن نقول بأن السيد ترامب تغيب عن المشهد السياسي في الملف السوري نهائيا، وتم إيداع الملف لدى البنتاغون. أي لا نسمع، لم نسمع أي تصريح لسيد ترامب بخصوص علاقاته مع تركيا، مع أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع سيد مع أردوغان، ولكن هنالك تغيب واضح وصريح من القيادة الأمريكية للسيد ترامب عن هذا المشهد. وهذا ما بدأ واضحا بفشل أردوغان بلقائه باجتماع معه في على هامش اجتماع الجمعية العمومية. وبالتالي أردوغان يعيش حالة احتباس سياسي بكل سياسي وعسكري، لهذا نجد هذه التهديدات. أولا، الموقف الأمريكي ليس ضبابي. أمريكا صرحت بشكل رسمي وأعلنت عن موقفها لتركيا من أول بداية التهديد التركي. أردوغان صرح في اجتماع قيادة الحزب في قيادة الأكابي أعضاء الحزب بأننا صبرنا قد نفذ، وبدنا سنحاول المستحيل لكي ننفذ الاتفاقية الأمنية، ولكن إن لم نتمكن سوف نستمر، ولكن هذه المهمة ستكون شاقة ومكلفة علينا. ولذلك جاء تصريح السيد جيمس جيفري مباشرة بأن نحذر التصرف أو التصرف الانفرادي أو أحادي جانب ضد وحدة قوات سوريا الديمقراطية، وهي شركائنا في محاربة الإرهاب، وبالتالي الأولوية لنا
هي محاربة داعش، محاربة داعش، أي لا نسمح، لا نسمح بالتعدي على قوات سوريا الديمقراطية. لهذا كان التصريح خلوصي أكار من ثلاث أو أربعة أيام على رد على سيد جيمس جيفري، يقول نحن لم نمزح بأن سنهاجم، ولهذه ليست مدحة، ولكن نريد حلا لهذه المشكلة. أي هنالك الطرف الأمريكي، الطرف التركي ينادي الجواب الصريح والرسالة القاسية لتركيا بفرملة الاجتياح أتت من أول تصريح للقيادة الأمريكية وعلى لسان المبعوث الأمريكي أيضا، بأننا إذا هاجمت تركيا سنسحب قواتنا 1000 جندي المتمركزون في شمال سوريا لكي لا يتعرضوا لأي خطر. تركيا تحاول الاجتياح شمال شرق سوريا أو شرق الفرات تحت الغطاء الأمريكي، تحت بوجود الراعي الأمريكي. أمريكا عندما تعلن بأن انسحاب قواتها يعني إفراغ الساحة لداعش، للحج الشيعي، لإيران، للنظام السوري، للروس، وبالتالي تركيا ستقع في الفخ. وتركيا لا تستطيع بهذه الحالة، تركيا تريد الاجتياح تحت السقف الأمريكي، الأمريكان لا يعطوا أي ضمانات. طيب. ثانياً كانت طلب وزارة الدفاع التركية واضح وصريح بفتح المجال الجوي. هنالك اتفاق بري، هنالك اتفاق بين اتفاق الآلية الأمنية بين الأمريكان والأتراك في الدخول إلى منطقة شرق الفرات لترتيب اتفاقية الأمنية، ولكن ليس للتواجد، هذا التواجد البري، لكن هنالك التواجد البري لا يكفي للأتراك، والتوغل البري لا يكفي للأتراك. يلزم الغطاء الجوي، الغطاء الجوي شمال شرق سوريا هي تحت النفوذ الأمريكي وفقا اتفاقية ترامب أوباما 2015، وبالتالي الأجواء الجوية في شمال شرق سوريا أوباما بوتين عفوا أوباما بوتين 2015، وبالتالي أجواء شمال شرق سوريا هي مغلقة. طيب. بالكامل. طيب بالكامل. أستاذ أكرم، حضرتك طرحت نقاط عديدة. أستاذ بشار، بالعودة إليك، يعني بداية بدي منك تعقيب على ما تفضل به أستاذ أكرم. أنا يعني أميل بشكل شبه مطلق إلى تأييد كل ما ورد على لسان الخبير وحتى الضيف الكريم قبل قليل في جملة نقاط أبرزها أن لا ارتباك على الإطلاق لدى صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية في الثوابت، وهي دعم قوات سوريا الديمقراطية وعدم التخلي عنها، كونها الوثيق الذي أثبت موجودية ومصداقية وفعالية في محاربة الإرهاب. ثانيا، عدم السماح لأي قوى إقليمية في المساس بوحدة الأراضي السورية أو الادعاء عبر غطاءات أمنية معينة لتمرير مخططات سياسية أصبحت مكشوفة. ومن هذه النقطة أنطلق إلى الاستنتاج الأهم أعتقد والأبرز، وأنه بالفعل كل هذه التفلتات العنترية الأردوغانية كلها محكومة بوجود شيء من الغطاء الأمريكي سواء كان السياسي أو العسكري، وهو يعلم الآن أردوغان أنه لا يملك هذا الغطاء تحت إدارة ترامب لهذه الملفات الحساسة. ترامب قال لا يريد حربا مفتوحة، وقال أيضا أنه غير معني في حل بعض القضايا المزمنة في الشرق الأوسط، وأن هناك من هو أولى بأن يتعامل معها. رأينا كيف تعامل مع قضية حرب الناقلات التي جرت والدرونز التي جرت في منطقة مياه الخليج، ورأينا أيضا كيف هدد أكثر من مرة أنه سينسحب كليا من التعامل مع هذا الملف فيما لو أخفقت الأطراف الأخرى بتحمل مسؤولياتها. ولا ننسى أيضا، وهذه قضية أعتقد أن أردوغان يعلم أنه لا يستطيع أن يتمادى فيها، أن تركيا تحت سيف العقوبات الاقتصادية والتي قد تصل إلى مرحلة الطرد من الناتو فيما لو تم تفعيل صواريخ S-400. فهذا يضع أردوغان، ومن هنا يعني منذ أشهر نحن نقول، كثيرون من المحللون السياسيين قالوا ذلك، أن ما يقدم عليه أردوغان هو انتحار، لأنه هو يضع دولة عظمى مقابل دولة عظمى، ونتحدث هنا عن الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، وكأنه الفيدرالية الروسية، وكأنه يستطيع أن يتلاعب بالتناقضات بينهما، وهو في هذه المسألة إنما يضيق الخناق على قراره السياسي، لا بل ويضع بلاده
في مهب الريح، لأن أي محاولة لتحدي الأمريكي أو الروسي في قضية الـS-400 أو قضية التوغل في الأراضي السورية لا تعني إلا رد عسكري أمريكي أو روسي مباشر، وقد يخلط الأمور في المنطقة برمتها. وهنا أعود مرة أخرى إلى تهديد ولا هو ردة فعل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، أن في حال قام الجيش التركي في عمل غير مستفز unprovoked من الجانب التركي، فإن ذلك سيضع الأكراد أو السوريين في هذه المنطقة من شمال شرق سوريا أمام حرب مفتوحة مع تركيا كمحتل. ولاحظ أن هذه المسألة لا تقولها فقط قوات سوريا الديمقراطية، هي أيضا الموقف السوري الرسمي من تركيا كدولة قامت يعني بالعديد من المحاولات السافرة لدعم الإرهاب ولمحاولة فرض واقع ما على سوريا، خاصة قضية اللاجئين. لعب أردوغان في هذه الورقة الخطرة تارة مع الاتحاد الأوروبي بالتهديد بإطلاق طوفان من المهاجرين، وتارة مع محاولته وضع نصف ما لديه من اللاجئين والنازحين اللاجئين السوريين في المنطقة الذي يريد خلقها في شمال شرق سوريا. هو يقول أنه سيفرض واقعا ديموغرافيا جديدا على سوريا يعطل مسيرة سوريا نحو التعددية الحقيقية في البلاد. فحركات أو محاولات أردوغان للعب في هذه المسائل مكشوفة جدا، ولا تنطلي كذباته على أي كان سواء داخل تركيا أو خارجها. نعم. أستاذ صلاح، بالسؤال عن دور الدب الروسي في هذه المعادلة، الكل يشير بإصبع الاتهام إلى كل من روسيا وإيران بأنها تأخذ دور المحرض للأتراك للقيام بهذه العملية لتضع الولايات المتحدة الأمريكية في خانة اليك، يعني تبدو فيما بعد هيبتها على المحك، وأمام خيارين لا ثالث لهما، أحلاهما مر كما يقال، أما الصدام مع دولة شريكة لها في الناتو أو الخروج من شمال شرق سوريا. أستاذ صلاح، صديقي كلنا يعلم للأسف الشديد وما يجي القلوب حتما أن سوريا باتت ساحة لصراع الإرادات، والمصالح هي من يتحكم، والصراع تاريخي بين الشرق والغرب، أي الاتحاد السوفيتي ووريثه الحالي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك صراع من تحت الطاولة أو من فوقها كان دائما على شكل حرب باردة. لا أعتقد أنه سيكون في لحظة من اللحظات على الأقل على المدى المنظور على شكل حرب ساخنة، أي صدام تركي مثلا أمريكي. أنا أجزم أن تركيا ليس لها أن تقوم بعمل عسكري دون غطاء واضح أمريكي أو موافقة ضمنية تصل إلى الإدارة التركية. وزير الدفاع الأمريكي كان صريحا وواضحا عندما حذر بشكل مباشر أو غير مباشر وزير الدفاع التركي من مهبة القيام بأي عمل عسكري، لكن لا أظن أبدا أن أمريكا يمكن أن تواجه عسكريا بشكل مباشر عبر قواتها، إنما ستدعم بلا حدود. وهذا الشهر الماضي أو ما قبل الشهر الماضي حتى هذه اللحظة الدعم اللوجستي الكبير الذي يتدفق إلى الشمال والشمال الشرقي السوري لقوات قصد من قبل الإدارة الأمريكية يؤكد أن هناك نية لا تتزعزع بدعمهم بلا حدود، وسنكون أمام حرب مفتوحة، لكن أعتقد أنها ستأخذ إلى حد بعيد شكل حرب عصابات لا تقوى الجيوش النظامية على مواجهتها. أنت تملك الطيران والدبابات المدفعية صحيح، لكن لا تنسى أن هناك كم كبير من الأكراد في الداخل الكردي في الداخل التركي، ويمكن أن يقوموا بعمليات مربكة مستنزفة تقض مضاجع الإدارة التركية. لذلك التروي مطلوب، وهناك فرق كبير بين قائد سياسي يجر لبلاده الويلات وبين قائد سياسي يرفع عنها أو يرفعها من المحن. الإدارة التركية بقيادة أردوغان حتى هذه اللحظة تتعامل كمرابي وليس كقائد سياسي. يعني مثلا عندما يقول لك هذا الرجل اللي هو الرئيس التركي أنه بحاجة إلى عمق جغرافي على مقدار 35 كيلومتر في الجغرافيا السورية، وهذا احتلال واضح وصريح وخرق للقانون الدولي الذي ينص صراحة على عدم السماح للغير باحتلال أراضي الآخر بالقوة. إذن هذا الرجل يريد أن يقول ذلك،
ليدفع بالسوريين إلى هذه المنطقة. يا ابن الأوادم، يا رئيس، يا رئيس تركيا، أليس هؤلاء السوريين لهم أراضي وأرزاق وأصدقاء وأهل في الداخل السوري؟ يعني أنت تتواطأ مع الآخر وكأن سوري هدول الناس السوريين اللي هن عندك ليس لهم بيوت أو منازل أو أرزاق في ريف دمشق أو حمص أو حماة أو غيرها، هذا كلام مرفوض. أضف إلى ذلك ليكن بعلم الجميع أن التركي قايد ولا يزال يقايد دائما منذ بداية الحرب في نهاية عام 2016 قايد شرق حلب بعملية درع الفرات، في عام 2017 قايد الغوطة الشرقية بغصن الزيتون، وحاليا هو يميل إلى المقايدة باتجاه محافظة التي يقايد بها على شمال شرق سوريا، وهذا لن يتم. لكن دعني أقول هنا قضية كثير هامة، هو ليس لديه مشكلة أن يدفع بمئات آلاف السوريين إلى الشمال السوري من إدلب حتى يكونوا نواة عربية سورية يلعب بها ديموغرافيا حتى لا يكون الأهل الأكراد هناك أكثرية. الرجل يتصرف بروح عثمانية، لا يستطيع أن ينسى أنه كان وريث لعهد سابق. المنطقة الحالية لا تحتمل عمل عسكري في الشمال الشرقي من سوريا، وإن حدث ستكون تركيا من أوائل المتضررين. وبهذه اللحظة إن كان قد تورط فسيتورط بورطة تنهي سياسيا وتربك تركيا كاملة سياسيا وعسكريا واقتصاديا. نعم أستاذ أكرم، بالعودة إلي، كيف سيكون ارتداد هذا الأمر لو بالفعل قام بعمل طائش وعملية عسكرية بدون تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا توجد سياسة العالمية أو في حماية المصالح العالمية، الكل يحمي مصالحه، التصرفات طائشة. هذه يعني أردوغان يتصرف وكأنه هو الوحيد في هذا العالم أو هذا الزمن، لكن هنالك ضوابط وهنالك من يستطيع إيقافه أو من يستطيع أن يقلب المعادلة على عقب. أردوغان أدرك بعد يعني بعد فشل تمريرة صفقة S-400 وتجنب العقوبات، فشل، أدرك بأنه لم يستطيع أن يعول على صديقه ترامب، كون هنالك تم تشكيل لجنة من الجمهوريين والديمقراطيين بمحاسبة ترامب لسبب مماطلته في فرض العقوبات على تركيا، ضمن سقف قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات جاستا. وبالتالي لولا تدخل السيد ليندي غرام السيناتور الجمهوري لكانت العقوبات سارية المفعول، وبالتالي تم تأجيل العقوبات لا بداية تنفيذ أو تشغيل بطاريات S-400 في أوائل 2020. وبالتالي أي أركز مرة ثانية وأكرر بأن تم إبعاد الرئاسة الأمريكية عن ملف السوري. اليوم أردوغان أدرك هذا الشيء، لهذا اتفاقية الآلية الأمنية لم تكن وليدة اللحظة، ومعارك أدلب، معارك أدلب منذ أوائل نيسان بدأت، أي استمرت في أستانة 12 وأستانة 13، أستانة 12 وأستانة 13، وتوجد باتفاقية موسكو في زيارة أردوغان لموسكو مؤخرا. هذا من طرف أردوغان، يعني يدرك بأنه أصبح وحيدا في السياسة العالمية أو في الوسط الإقليمي، لهذا حاول تيسير مسار الاتفاقية الأمنية منذ منتصف 2019. وبالتالي أردوغان أو لا يستطيع اللعب على وترين، أي يكون عضو في اتفاقية الآلية الأمنية هي ضد مصالح أستانا، ضامني أستانا، ولا يجوز أن يكون ضمن أستانا وهو ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وشمال شرق سوريا. وبالتالي أردوغان يدرك بأن أمامه العقوبات، أمامه العقوبات الأمريكية. من طرف ثانية، من طرف آخر، أردوغان حاول اللعب على وتيرة اللاجئين كما تفضل ضيفك، لكن هذا الملف سحب من يد أردوغان بعد التجاذب الأوروبي الروسي، وخصوصا في اتفاقية موسكو المؤخرة اللي توجد بالتوقيع في الثالوث الأستاني في القمة الرئاسية. هذه الاتفاقية السرية التي تنص على تقديم تنازلات كبيرة من الجانب التركي
للروس للبدء بالحل السياسي، وهذا ما رأيناه في تشكيل اللجنة الدستورية وقبول الأتراك والمعارضة السورية في تخلي عن بند هيئة تحكيم تنفيذ هيئة حكم انتقالي ببند الإصلاح الدستوري، أي شرعنة النظام السوري من جديد، شرعنة النظام السوري من جديد. بالمقابل إقامة مناطق آمنة في الشمال الغربي لإيواء اللاجئين. هذه المناطق التي وافق عليها أردوغان هي في جرابلس وعفرين والريف الجنوبي لأدلب، وبالتالي بوتين استطاع سحب هذا الملف، ملف اللاجئين منه، وهذا ما بدأ واضحا بالتجاذب الفرنسي الروسي بالعودة العكسية للشمال السوري. وبالتالي أصبح أردوغان يدرك من أكثر من في هذه الأزمة لم يعد يركز على موضوع اللاجئين، لأن هذا الملف سحب من إيديه، صار يركز عليه بالداخل السوري، بالداخل يعني السوري. عن منطقة آمنة هو يقول هو أولا المنطقة الآمنة أو إقامة المنطقة الآمنة لإيواء اللاجئين ليست شرقي الفرات انما هنالك ثلاث مناطق وافق عليها اردوغان لكي يستفاد منها النظام السوري والنظام الروسي، اي جلب اللاجئين وتوطينهم في هذه المناطق الى غرب الفرات، وبالتالي بعد سنه او اكثر يكونوا هؤلاء وقود او رديف للجيش النظام. هنالك معادله لا استاذ اكرم، يعني طرحك جميل ونقاط غائبه عن بال الكثير، تتفق معي بهذا الطرح استاذ بشار لما تفضل به السيد اكرم حس ضيفي هنا؟ عزيزي، هو لا شك ان هذا التحليل صادق وامين يعني، وهذا نادرا في عالم للاسف الصحافه والسياسه، غالبا ما ينجر البعض وراء مواقفه الايديولوجيه صحيح في التحليل السياسي، ولكن هذا للانصاف تحليل في محله، ويسمح لي يعني وقتكم ممكن إضافة بعد آخر. المنبر لم يطرح حتى الآن في النقاش، ولكن بالصدفة الرزنامة السياسية أنا أود الإشارة إليه. فضل. اليوم 6 أكتوبر هي ذكرى حرب 73 بدون ما أعطي أي تسميات أخرى، لا يوم الغفران ولا رمضان ولا أكتوبر ولا كل هذا الكلام. ما يعنيني في هذا المسألة في هذه المقاربة أن في ذلك الوقت كان ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي يواجه خطر الإمبيتشمنت العزل، وهناك بعض السياسيين الذين ينعدمون إلى الخبرة والحنكة السياسية وبعض العسكريين أيضا الذين جاروهم لم يفهموا الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا ما أقوله أعني تماما، وانجروا خلف وهم أن الآن الإدارة الأمريكية في حالة شلل لأن الرئيس يواجه خطر العزل. هناك بعض المحكومين في بعض يعني الأيديولوجيات الذين لا يستطيعون رؤية أي شيء آخر غير ما يريدون، يظنون خطأً أو يفهمون خطأً أن هذا الوقت هو وقت مناسب للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، فيقعوا في خطيئة كبرى، وهذا ما جرى في حرب 73 أن الدولة العميقة في هذه الحالات تنهض بالتحمل المسؤولية، وأن ما قد يبدو خلافا سياسيا ديمقراطيا صحيا داخل الولايات المتحدة لا يعني بشكل من الأشكال أن الرؤية أو البوصلة السياسية قد ضاعت أبدا، هذا خطأ في الحسابات. يعني حضرتك وكأنك تريد وتشير إلى موضوع التباينات في داخل الإدارة الأمريكية. وأعتقد أن أردوغان هو ومن حوله من الدائرة الضيقة التي لا تقول إلا ما يطربه ككل ديكتاتور في العالم، أوحوا إليه أن هذا قد يكون وقت مناسب لتحدي الإدارة الأمريكية والقيام بمغامرة عسكرية وسينتهي مصيرها ليس فقط إلى الفشل. أنا من الناس الذين يعتقدون أن الأمور إذا بقيت على هذا المنوال في تركيا ستقوم قوة عسكرية ما إما بقيادة انقلاب مباشر على أردوغان أو دعم شخصية سياسية تسقط أردوغان، لأن أردوغان الآن هو الخطر الحقيقي على الأمن القومي التركي كما يراه بعض الوطنيين الأتراك، وأنا من الذين يؤيدون ذلك. عندما يصبح السياسي طموحه جامح لدرجة أن لا يقرأ بشكل عملي واقعي وحقيقي ما يجري من حوله في العالم، فهو يقود بلاده إلى الكارثة، وهذه الكارثة التي تنتظر تركيا لا محالة فيما لو أقدمت على هذه المغامرة الخرقاء باتجاه الوطن السوري بكل مكوناته
وآن له أن يصحو ويفيق من العقدة الكردية. هذه المنطقة فيها تعددية إثنية تاريخية عمرها أكثر من 8000 عام قبل العهد العثماني بكل الكوارث التي جلبها على تركيا وعلى المنطقة المشرق المكلوم في منطقتنا وعلى العالم بأسره. وأوروبا تعلم جيدا ماذا تعني السياسات العثمانية فيما لو عادت وعبرت عن نفسها في سياق مع ابتسامة دبلوماسية يخرج بها أردوغان من فترتين لأخرى. نعم أستاذ صلاح قراطة، يعني يبدو وفق المعطيات أردوغان صرح بأكثر من مرة بأن موضوع الاتفاق اتفاق الآلية الأمنية لا يعجبه تماما، يبدو بأن بالفعل هذه الآلية باتت كابوس حقيقي لهذا الشخص ومحكوم باستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أستاذ صلاح. نعم بداية دعني أقول بهذا الاتجاه أيضا صديقي الكريم والأخوة المتابعين أن للقائد أثر في التاريخ كما كنت قد أسفت من لحظات. الرئيس أردوغان استثمر استثمارا كبيرا جدا جدا الانتخاب الفاشل في شهر 7/2016 على ما أعتقد كتاريخ، وحول عبر تعديلات دستورية حول النظام إلى نظام رئاسي. وعليه بتنا أمام مقولة تتردد دائما أو يردها السياسيون دائما، إن أردت أن تبقى في مكانك فما عليك إلا أن تسمع الرئيس ما يرغب أن يسمع، وهذا ما يقوم به السياسيون المحيطون بأردوغان ويحلون له أولى بالعامي، أولى بالعامي اللهجة الشامية حلوة، التطبيل والتزمير يعني قصدك. تمام أولى بالعامية أستاذ صلاح. يحاولون بشكل أو بآخر أن يسمعوه ما يرغب أن يسمع، والمنطق السياسي والوطني الرفيع أن تسمع الرئيس ما يجب أن يسمع، وهذا معدوم في الأنظمة الشمولية ومنها النظام التركي الحالي. أردوغان يغامر بتركيا كاملة، يغامر بالأمن القومي التركي كاملا. الأكراد هم مكون أساسي في سوريا من أهلها، وهم ضاربون جذور بها ولن نتخلى عنهم، وهم كذلك كما أعتقد في تركيا جزء من النسيج التركي. دعه يدع شارما فكرة أنهم يشكلون خطرا أو بعدا أمنيا خارقا للأمن القومي التركي. إن أحسن قيادة هذه المجتمعات ولم يحسن فيما يبدو من خلال تصريحاته فسيكون في مكان، تركيا ستكون في مكان أفضل. سوريا لن تسمح بحالة من الأحوال أيا كانت الأثمان أن يكون هناك عمل عسكري ضخم في شمالها، وكنا قد سمينا طبعا لست ناطقة باسم الحكومة السورية، أما الحكومة السورية كانت قد سمت منذ اللحظات الأولى بدرع الفرات أن القوات التركية هي مثابة قوات احتلال. إلا أن تركيا حاليا حاول أن يلتف منذ عدة أيام على هذه الفكرة باعتقاده بشكل من المهارة والذكاء عندما قالوا أن هناك انضمام قوتين سوريتين لبعضهما البعض برئاسة اللواء سليم إدريس، وبالتالي صار عند أردوغان للأسف الشديد وزيري دفاع وزير دفاع خلوصي أكار وسليم إدريس. يريد إن حدث عمل عسكري وأستبعده حتى هذه اللحظة أن يدفع بهذه القوات السورية حتى لا يتهم دوليا وخرقا للقانون الدولي كما كنت قد أسلفت بأن تركيا دولة غازية أو محتلة، ويريد أن يغطي نور الشمس بالمنخل وكأن هؤلاء ليسوا سوريين وأنه هو من دفع بهم وهو من سلحهم وهم من قاموا في مكان ليس لهم حقيقة. فالعدو عدو والخلاف مع النظام ليس خلافا مع الوطن، وهذه مشكلة وقع بها الكثير من السوريين. أردوغان ليس في مكان اتخاذ القرار السليم. أردوغان إنسان مرتبك، من حوله يضللوه، أمريكا لا ترتبك وليست مرتبكة، وأثني على ما تفضل الأخ به من أمريكا، الحكومة العميقة يقظة ومستمرة وتقود في أحلك الظروف، سيما دعني أضيف فضل. لا يعتقد أحد أن الرئيس الأمريكي قراره منزل حتى على الجيش. يمكن أن يقوم له يقدم له الجيش عدة فرضيات أو عدة احتمالات ويقول له هذه لا تتم وهذه لا تحدث وهذه يمكن تشكل خطرا على القوات الأمريكية في سين مكان من المواقع الدولية. نعم وكان هناك رئيس مطلق. جميل منك تسليط الضوء على هذه النقطة. كان هناك حتى دراسة من قبل لجنة تم تقديمها بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية إرسال المزيد من قواتها إلى هذه المنطقة. مشكور على هذه النقطة أستاذ صلاح. أستاذ أكرم حسوا بالعودة إليك، موضوع
محاربة تنظيم داعش الإرهابي ما زال ماضي على قدم وساق، داعش لم ينتهي إلى هذه اللحظة على أقل تقدير، يعني خلايا نائمة وإلى آخره. لو يعني أبعاد هذا الهجوم التركي وهذا دعنا نقول السكوت بشكل أو بآخر من قبل الاتحاد الأوروبي، هل هو موضوع ابتزاز ورقة اللاجئين من قبل رجب طيب أردوغان أم ماذا؟ تفضل أستاذ. في البداية أضم صوتي لصوت ضيفينا بخصوص أنه الغليان الداخل التركي قبل ما نجيب على موضوع داعش وبالأخص السيد بشار بأن التسلط الفردي أو الدكتاتورية المطلقة لأردوغان ستدفع جيش أو قوة ثانية في الداخل التركي إلى التمرد عليه. واليوم أو البارحة السيد كمال إجدلار أوغلو صرح في مؤتمر صحفي بأن أردوغان هو يتصرف بديكتاتورية وهو الذي دخل الإرهابيين والأسلحة إلى الساحة إلى العمق السوري. لا يجب على أردوغان أن يتهم الغير بالإرهاب، هو دخل 70 ذكر بالرقم 70,000 إرهابي مع الأسلحة إلى الداخل السوري. وبالتالي هاي هنالك أمور ستخطط. بالنسبة لداعش يا أستاذ الكريم، هنالك فرق بين انتهاء دولة الخلافة وبين تنظيم داعش. تنظيم داعش هو حركة إرهابية أي مسلحة، لكن انتهت دولة الخلافة في عاصمتها المزعومة بالرقة وبإعلان باغوز، أي الدولة انتهت، دولة الخلافة انتهت وداعش لم تنتهي. هنالك فرق كبير، داعش ما زالت متجذرة عقائديا وفكريا. للانتهاء للقضاء على هذا داعش هنالك المخطط الأمريكي كما تفضل ضيفك، أو الفكر العميق أو العقل التشريعي الأمريكي يشتغل أو يعمل على عدة مسارات. مسار دعم قوات سوريا الديمقراطية، حماية شمال شرق سوريا، تثبيت الاستقرار والأمان، رد الاجتياح التركي أو الطموحات التركية بإبادة الشمال السوري وسوريا بالكامل وجعل هذا ساحة ميدان معارك مختلفة أو صراعات إقليمية ودولية مرة أخرى. ولكن الأهم هو للقضاء على داعش يجب أن ينسحب ملف المعارضة السورية من يد الأتراك. الأتراك كيف سينسحب؟ هنالك متغيرات عسكرية ميدانية كبيرة طرأت على الجغرافيا السورية في مناطق مناطق خفض التوتر الأربعة، في حمص وريفها، في الغوطة، في الجنوب السوري وفي إدلب. هذه المتغيرات العسكرية أنهت الجانب العسكري فيما يسمى بالثورة السورية، حتى الفصائل المصنفة تحت بند الإرهاب وفق شماعات فيينا 2015 أو القرارات الأممية 1133 وغيرها. هنالك الملف السياسي ما زال بيد المعارضة السورية، ما زالت بيد تركيا. أي الملف السياسي ما زال بيد تركيا، ومن يستلم يدير هذا الملف هو جماعة الإخوان المسلمين وتركيا وقطر. وبالتالي دعم أمريكا أو الدعم المبطن الغير رسمي لتشكيل اللجنة السورية باعتقادي بسمار الأخير في نعش الوجود التركي في سوريا وفي نعش يعني بدنا نفهم هاي النقطة أستاذ أكرم، دعم أمريكي مبطن للجنة الدستورية وكيف هذا بتشكيل اللجنة السورية بتشكيل وليس طيب ليس دعم وليس طيب دعم وليس دعم أممي. خليني أسألك بهاي النقطة، يعني هي ضرورية جدا، كيف يساهم في تشكيل اللجنة الدستورية وشركائه مغيبين وتم إقصائهم من هذه اللجنة؟ السيد جيفري قال على اجتماع هامش قال نحن نؤيد الحل السياسي وتشكيل اللجنة الدستورية، ولكن أمريكا ستدفع بكامل ثقلها نحو عملية الانتقال السياسي، أي لا بديل عن مسار جنيف وهيئة حكم الانتقالي. ثانيا موضوع تغيب حلفاء عن اللجنة الدستورية يا أستاذي، الإدارة الذاتية الديمقراطية ليست من طرف في أستانا، جغرافية شمال الشرق السوري ليست من جغرافية أستانا، وبالتالي كل مخرجات أستانا غير منزمة للإدارة الذاتية. وبالتالي إذا أصبحت إدارة ذاتية طرف في اللجنة الدستورية بالكامل ستكون مجبرة بتنفيذ اتفاقيات أستانا ومخرجات أستانا والاعتراف بالاحتلال التركي. طيب. ولهذا الأمريكان لا يدعون لن يقبلوا بمشاركة حليف في اتفاق إقليمي إنشاء دستور إقليمي، لإنهاء الصراع هذا لابد أن يكون اتفاق دولي. لذلك أستاذ أكرم بعجالة ضل معي خمس دقائق، بدي أحاول تشكيل اللجنة الدستورية لفظية أو
الدعم اللفظي من سيد غوتيريس او سيد جيمس جيفري او بيدرسون هي ليس لبدء العمليه السياسيه. طيب ليس لبدء الحل السياسي ولكن لانهاء العمليه السياسيه التي هي في يد اردوغان. طيب استاذ بشار بالعوده اليك، يعني كديكن واقف على الطين و الطين إلى أعلى قدميه في مسألة الإرهاب رجب طيب أردوغان، يعني متورط من رأسه إلى أخمص قدميه كما يقال، ويتحدث عن موضوع مكافحة الإرهاب وإلى آخره، ولم ينتسب إلى موضوع التحالف الدولي عام 2014. كيف سيؤثر كل هذا الأمر وهذه المعطيات وهذه الأجواء على محاربة تنظيم داعش الإرهابي؟ بدقيقة ونص لو سمحت. في أوجانا أستطيع أقول أن مشروع أردوغان سقط فيما يقال الربيع العربي المشؤوم المذموم عندما حاول تسويق الإسلام السياسي عبر رأس الحربة بتنظيم الإخوان المسلمين وكل التنظيمات الإرهابية المتفرعة عنه، سواء اعترفت بأبوتها الشرعية أو تتنكرت لها. هناك مشكلة لدى أردوغان، مشروع الأساسي الذي أوصل للسلطة انهار إقليمياً وينهار الآن تدريجيا بشكل داخلي، لأنه لا يستطيع أن يمضي في هذه الكذبة أكثر من الآن. انكشفت كل ألاعيبه، انكشف الوجه الحقيقي لما كان يعرف في ذلك الوقت في الربيع العربي، والآن الكل فهم أن ما كان يجري هو محاولة لزعزعة الأمن الإقليمي وتغيير الهوية الوطنية. وفي هذه العجالة لا يغيب عني المشهد العراقي والحديث عن الدستور. لاحظوا الآن نتحدث عن 100 قتيل و4000 جريح في 5 أيام دموية. الشعب العراقي الآن يقول لا للطائفية، لا للمذهبية، لا للمخاصصة، ويطعن في الدستور الذي تم تشكيله بطريقة واضح أنها لم تكن مجدية. طيب. ونرجو أن يفهم أردوغان هذه الرسالة، أنه لا يستطيع أن يفرض واقع يرفض الشعب. نعم. عندما لا يتعامل مع المكونات الحقيقية لهذه الشعوب. نعم. وإن لم يستطع أن يرى سوريا من خلال تعددية الإثنية أو يرى تركيا من تعددية الإثنية، فهو سيبقى عدوا للمشروع الوطني في هذه الدول. هذه هي الحقيقة وهذه هي الخلاصة. هذا رجل حاول تصفيق الإرهاب باسم الإسلام السياسي المعتدل، وتبين أنه متورط حتى النخاع في دعمه للإرهاب. نعم أستاذ صلاح قراطة، بدقيقة ونص كلمة أخيرة لك على كل ما ورد. بدأت تركيا الحالية بزعامة أردوغان بصفر مشاكل لتصل إلى مكان كل مشاكل. انظر إلى قبرص، إلى اليونان، إلى أوروبا، إلى سوريا. تركيا صدرت الإرهاب بلا وازع أخلاقي أو ديني ونسيت حسن الجوار، وهي ستدفع الثمن إن تورطت بعمل عسكري في الشمال الشرقي السوري. هي ستتورط وتدفع ثمن غالي، دم أبرياء أتراك. القوات الكردية الموجودة في الشمال الشرقي ليست سوى قوات برية للجيش الأمريكي، ولن تتخلى أمريكا عنهم، والأيام القادمة ستثبت إن تورط أردوغان بعمل عسكري رغم أني أستبعده. نعم أستاذ أكرم، أختم معك هذه الحلقة، كلمة أخيرة لك تفضل. أظن بأن الرسالة الأمريكية لتركيا واضحة، والاجتياح هو بروباغندا تركيا لتخفيف الضغط عليه في داخل تركيا وفي إدلب في موضوع إدلب. كون أي إخفاق في أي مرحلة أو خطوة باللجنة الدستورية تتندلع المشاكل أو المعارك في إدلب، وبالتالي يريد لفت الأنظار وتهدئة غليان حزب العدالة والتنمية، خصوصا بعد الانشقاقات التي حصلت. نعم. التي حصلت. أتوقع بأن الشتاء القادم في إدلب سيكون ساخنا وقاسيا على أردوغان وعلى ما تبقى من الفصائل الراديكالية الموجودة هنالك. نعم، ضيفي هنا في الاستديو السيد أكرم حسو، الرئيس السابق للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، شكرا جزيلا لك. وشكر لك أيضا ضيفي من مدريد الأستاذ صلاح قراطة، كاتب ومحلل سياسي. وشكر لك أيضا ضيفي من واشنطن الأستاذ بشار جرار، كاتب ومحلل سياسي. الشكر العظيم لكم مشاهدين على طيب وحسن وكرم تابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.